أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع وفيها مواضيع متنوعة، هذه أبرزها: فشل محاولة قتل طبيب في الرياض والمعتدي يبرر المحاولة بالثأر والغيرة والسبب ولادة جنين. مؤتمر سناب شات ينطلق غدا في دبي بجمع من الفنانين والناشطين ونجوم التطبيق تحت سقف واحد. وفي حلقة الخميس أيضا الفنان القطري فهد الكبيسي ضيف تفاعلكم. عاصمة السعودية الرياض شغلت السعوديين على تويتر منذ الأمس تتعلق باعتداء قام به مواطن ضد طبيب أردني. المواطن أطلق النار على الطبيب في محاولة لقتله عمدا، وذلك بعد أن قام الطبيب بتوليد زوجة المعتدي، الأمر الذي استفزه وأثار غيرته، خاصة وأنه بحسب أقواله طلب من المستشفى أن تولد زوجته طبيبة. المواطن السعودي استدرج الطبيب إلى حديقة المستشفى بدعوى شكره وفاجأوا بإطلاق النار عليه، إلا أن الطاقم الطبي في مدينة الملك فهد الطبية تمكن من إنقاذ الطبيب، كما تم إلقاء القبض على الجاني الذي حاول الفرار وبرر حادثة الاعتداء بأنها ثأر للشرف. وعلى حسابه الشخصي في تويتر أفاد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيع بأنه اطمأن على حالة الطبيب الصحية، مشيرا إلى أن حالة الطبيب مستقرة، وشدد الربيع على أن سلامة الأطباء أولوية للوزارة وهي الضمان لسلامة المجتمع. طيب، هذه الحادثة أثارت على تويتر ردود فعل مختلفة، بعضها كانت تدافع عن المعتدي. أبرز هذه التعليقات للشخص يدعى أحمد بن سعد القرني، تساءل في تغريدة عن لوم رجل غيور على محارمه، طلب أنه ما يولد زوجته إلا دكتورة، فلماذا لم يلبى طلبه بدلا من تطنيشه؟ ناشطو تويتر كانوا له بالمرصاد فعادوا إلى تغريداته السابقة ووجدوا تغريدة له كتبها عام 2014 تحمل رأيا معاكسا، وذلك في هاشتاج يتعلق بإعدام داعش لطبيبة لمعالجتها الرجال. اتساءل القرني في تغريدته: ماذا عن النساء التي كنا يعالجنا الجرحى في غزوات رسول الله، مضيفا: قاتلكم الله. ومن العاصمة السعودية ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية والمتحدث الرسمي الدكتور مشبب العسيري. يا دكتور، بنرحب فيك معنا. أول شيء، كيف الحالة الصحية الآن للطبيب اللي تم الاعتداء عليه؟ مساكم الله بالخير ومساء الخير لجميع المشاهدين. بشركم دكتور مهند بخير وصحة طيبة، استقبل والديه يقدموا من خارج الرياض مدينة جدة، والدته استشارية كبيرة ووالده كذلك، وطمأن أسرته عليه واستقبل برضو بعض أقاربه. وضع صحي مطمئن جدا الحمد لله ويتحسن باستمرار. زاروا صباح اليوم معالي نائب وزير الصحة الدكتور الأستاذ حمد الضويلة، وزاروا بقية المسؤولين في مدينة الطبية اطمئنان على صحته. نعم، وصل في معالي الوزير من جنيف كما ذكرتم. ايوه، بشركم أمور طيبة الحمد لله. طيب دكتور مشبب، طبعا احنا ما بنبرر هنا جريمة الاعتداء، وهذه جريمة حيتم التعامل معها قانونيا، لكن انتم كمستشفى هو طلب طبيبة، ليه ما لبيتم طلبه؟ الحقيقة زوجة الجاني وصل إلى الإسعاف
في حالة عافية، ليس لها مدى في المدينة الطبية ولا ترى تابع الحمل في المدينة، وصلت حالة إسعافية. وبطبيعة الحال عندما وصلت الوالدة في الطفل في حالة ولادة، في هذه في عادة الإجراءات الطبية أن يخبر المتقدم أنه قد يكون موجود في الرسولة طبيب أو طبيبة، وتم العناية بالسيدة وولدت بشكل طبيعي وخارج المستشفى بشكل طبيعي، وأيضا وبنتها الذي يقوم بمشاركة الولادة سيدات وهما القابلات القانونيات. الطبيب يستدعى عند الحاجة، عند ضرورة إذا حصل تعسر ولادة أو مضاعفات، لكن التي أيوة بمتابعة السيدة طيب استقبالها وقت الولادة هي القابلة القانونية، وهي في كل مجال العالم سيدة. نعم طيب احنا يعني بنشكرك على وجودك معنا، للاسف لضيق الوقت يعني حنضطر انه يعني تكون هذه اخر اسئلتنا لك. كان معنا المدير التنفيذي للشؤون الطبيه بمدينه الملك فهد الطبيه والمتحدث الرسمي الدكتور مشبب العسيري، شكرا لك يا دكتور. طيب تصويتنا اليوم احنا كنا حابين نعرف منكم ايش موقفكم من حادثة اطلاق النار على طبيب اردني بعد ان تم القبض على المعتدي والذي برر تصرفه بالغيرة على زوجته والثأر لها، هذا الموضوع اللي كنا بنحكي عنه قبل شوي. خلينا نشوف نتائج التصويت، انه ما رأيك في مبررات المعتدي على طبيب النساء والولادة؟ نشوف الاراء. 11% قالوا انهم يتفهموا غيرته اللي دفعته للشروع في قتل شخص اخر، 14% اعتبروا انه المستشفى هم اللي عليهم الخطأ لانهم ما وفروا طبيبة، 75% اعتبروها جريمة لا تبرر. هذه نتائج مبدئية والتصويت مستمر، وإحنا زي ما تعودنا حنشوفه في آخر الحلقة. فاصل ونعود مشاهدينا. تنطلق غدا في دبي فعالية سناب شات بارتي التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي. فكرة إقامة الفعالية أطلقها أحد أبرز الناشطين في سناب، الشيخ ماجد الصباح، في منتدى الإعلام العربي والذي أقيم قبل أسابيع في دبي. وتهدف الفعالية إلى جمع أبرز وجوه تطبيق سناب شات مع ألمع الفنانين في الخليج، بهدف جعل الموسيقى وسيلة تواصل بين الناس في المنطقة. الاستعدادات لانطلاق الفعالية على قدم وساق، وفي فقرتنا هذه نتوقف مع بعض النجوم الذين سيحضرون الفعالية. هي السوشيال ميديا عموما صارت الحين في سناب شات انستغرام، هذول الاشياء الابس اللي صار الواحد فعلا مش ما نستغنى عنكم يعني، بس انه نقدر ناجلكم شوي. اي واحد يستخدم سناب شات هو صار جزء من حياته الشخصيه، شو يسوي طول اليوم، يشارك مع الفانزات حقه، مع جمهوره اللي قاعد يتابعه. الحفل راح يكون مزيج بين انه يكون شبابي زايد انه يكون رسمي، فيه نوصل رساله ونوعي الناس كيف الواحد ممكن يستخدم سناب شات. عارف انت سناب شات الفترة هذه كيف التزايد فيه سريع، والناس ممكن تنعرف بسرعة وتنعرف يعني ممكن في فترة قصيرة. أحد نجوم الفعالية الفنان القطري فهد الكبيسي ليس ناشطا على سناب فحسب، بل أول من استخدم عصا السيلفي في تصوير إحدى أغنياته، محاكيا بذلك ثورة السيلفي على وسائل التواصل. قبل الترحيب به دعونا نتابع جزء من أغنية وبعدين. مليت هالوضع والله صدقني مليت، صرت أتمنى بس منك دقايق. مليت هالوضع والله صدقني مليت، صرت أتمنى بس منك دقايق. طوّرت لك مشيت لك لكن تماديت، وبعدين وياك عندك كل شيء. بعدين بس ما حيعطينا طيب. وينضم معنا في الاستوديو فهد الكبيسي، طبعا بنرحب فيك معنا. احنا حنجيب تليفونك بعد شوي، تبغى تصور سناب على الهواء حنجيب التليفون. يا اهلا وسهلا فيك سارة، انا اللي سعيد والله بوجودي معك في البرنامج الجميل، على فكره متابعيكم والله. الله يخليك، تسلم، شكرا لك. دحين انت ناشط ولا ما انت ناشط في سناب؟ لا انا ناشط فني اكثر. ايوه لكن احنا اليوم صار السناب من الاشياء المهمه المفروض الفنان يكون ناشط فيها. في النهايه هي وسيله مهمه جدا للتواصل مع الجمهور، او بالاحرى لتوصيل اعمالك للجمهور. احنا
كفنانين اليوم نحتاج منافذ كثيرة عشان نوصل أعمالنا للجمهور، وأصبح الجمهور موجود في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من في البرامج هذه. فمن الضروري أن يكون عندك سناب شات، إنستغرام، تويتر. أيوة، بس إيش الأقرب لقلبك من هذه التطبيقات؟ في الفترة الأخيرة أنا صراحة من بداياتي كنت بادي في التويتر، وكنت أحب التويتر وأحب الكتابة وأحب القراءة، فلذلك تحسين أحس أن التويتر كان قريب منه. لكن في الفترة الأخيرة صار سناب شات هو الطاغي على الـ على الـ كل الـ شو اسمه. طب وتحس مثلا هذه زي سناب بارتي، ليش مثلا مهم هذا النوع من التجمع وأنك تكون جزء منه؟ أنا اليوم جزء منه لسبب مختلف يمكن عن زملائي الفنانين. أنا موجود في هذا الحفل لأن أصلاً اللي أطلق المبادرة هذه والشيخ ماجد الصباح. أيوة. صديقي العزيز والشخص اللي هو كان سبب رئيسي في أني أفتح لي سناب شات. ما كنت حقيقة في البداية حاسس أنه مهم أو أنه ممكن أني أنا أظهر أطلع ببرنامج السناب شات أو أقدم نفسي في السناب شات، لكن هو أقنعني فعلا. أيوة. وهو اللي سوى لي الأكاونت، هو اللي سوى لي ساين إن. يعني فخلاص يعني يعرف الباسورد حقتك؟ طبعا هو اللي مسويه أصلا. زوجتك تعرف الباسورد؟ مو نفس ماجد حافظها هو أكثر. طيب وخليني كمان نتكلم على الأشياء، الأعمال الفنية الجديدة حقتك اللي هي أنت عملت أطلقت أغنية اللي هي عظيم الحزم، إذا تقدر تكلمنا عنها هذه كمان. هذه واحدة يمكن من أجمل الأعمال اللي أنا صراحة تشرفت جدا إني شاركت فيها، هي من كلمات ومن أشعار صاحب سمو الملك الأمير عبد الرحمن مساعد الشاعر الجميل، واللي إحنا كلنا من أنا يعني في كلامي مع الأمير دائما أقول أنا من جمهورك أصلا من سنين، من أيام الأعمال الجميلة اللي كانوا يقدمونها. صارت المبادرة هذه من سمو الأمير، وأنا كنت فعلا سعيد بإني أكون مشارك مع هذه الكوكبة الجميلة من الأساتذة اللي أنا بالنسبة لي أصغرهم سنا يعني. فأتمنى إني كنت مين معك مين أكبر منك؟ الأستاذ الكبير طبعا الفنان العرب محمد عبده، كان معي الأستاذ الكبير عبد المجيد عبد الله، والأستاذ أيضا الكبير ماجد المهندس. سوينا هذا العمل أربعتنا، كنا في القاهرة وصورنا الأغنية هذه، وكانت كل مضمونها وعملها عن سلمان الحزم. طب نسمع منها شيء إذا ممكن؟ هي باللغة العربية الفصحى، فأنا إذا أخطأت الأمير عبد الرحمن حيزعل. ما راح لازم أكون حافظ صم حق الموضوع. طيب خلينا نسمع شيء تاني مثلا من أعمالك. شنو حب يعني عندي وايد والله، خليني اغني من الجديد يعني. انا قدمت بكره ان شاء الله راح اقدم الله يستر واحده من الاغاني الجديده السنجلز اللي قدمتها في الفتره الاخيره، وفي اغنيه حاسه ان الجمهور حابينها الفتره الاخيره. تدري ان الحب لا ما ينفرض، لا تعاتبني ولا تشرح علي، يمكن الله ما هو رايدنا البعض، لاني لك والظاهر انك منت لي، ترى الهوى ما هو ملزوم بحد، ما هو مجبور بوعد، لاني لك والظاهر انك منت لي. الله صراحة الواحد لما تبتدي تغني أنت ما يبغاك يسكت. ربي سلمي كيف دوك. طيب كمان نتكلم إذا عن رمضان، هل أنت من اللي حيدخلوا مثلا في مقدمات المسلسلات وحيغنوها وكذا؟ السنة هذه أنا محظوظ يمكن أني راح أغني مقدمتين برنامجين، ما راح يكون مسلسلات، راح يكون برامج، وهذا الشيء اللي صراحة أنا حسيت فيه نفسي محظوظ أكثر، لأن في رمضان الواحد يحس أنه حلو الوقت هذا أنه يكون موجود مع الجمهور في شيء مثل هالبرامج اللي والناس اللي تتابع تكون مشاهدة. البرنامجين راح يكونون على قناة الام بي سي. ممتاز. ايش هم البرنامج الاول؟ الاستاذ ياسر حارب، والمقدمة راح تكون من كلمات عمر والبدران ومن ألحان خالد الشيخ. عمل إن شاء الله راح يكون بإذن الله يحبون الجمهور. طبعا راح يقدم الأستاذ ياسر حارب برنامج جميل جدا، فكرة أنه يقدم مجموعة من المعلومات العلمية بس الطابع سهل وبسيط، وفي جرافيكس وفي أنيميشن وايد. أيوة أيوة. راح يكون قريب من الجمهور كثير. البرنامج الثاني للدكتور عبدالله المغلوث، ببساطة اسم البرنامج. يعني أنت رحت عند البرامج الهادفة.
والله شوفي انا ما اقدر اقول بهادفه لان حتى المسلسلات على فكره هادفه يعني. لكن في النهايه ما راح يكون الموضوع يعني مثل كل سنه، انا كل سنه اقدم مسلسلات برامج مقدمات مسلسلات، السنه هذه راح يكون الموضوع شويه مختلف، وانا فعلا انا من قراء ياسر حارب، من قراء الدكتور عبد الله أيوه. مغلوث، فبالتالي انبسطت كثير لما تم يعني اني انا راح اكون جزء من هذه البرامج اللي تروح تكون ان شاء الله لها انا متوقع تكون لها قيمه باذن الله. فهد انس بدي اسالك، انت فعلا كذا يعني راكز وهادي زي ما دائما كذا تبين في المقابلات وفي الاغاني وكذا، يعني دائما كذا فيك هدوء يعني احسك تعرف اللي هو يعني انك ما ادري كيف اوصفك يعني كذا رجل يعني والله ما ادري يعني بالفعل ان شاء الله اكون هادف كذا وهادي، انا ميال للهدوء اكثر، لكن ربعي اللي ماخذين علي يعرفوني اكثر شوي، انا لعوزت شوي شو اسمه اسامه صح عبد المحسن زميلنا اي، فيعني هو يعرف خارج الكواليس الوضع مختلف شوي ساره. طيب نسمع شيء ثاني كمان. أنا تدري إن أغانيي هادية. طب تحب أنا أختار؟ ما أثر على تفضلي طبعا. حب أسرار؟ حاضر طبعا. الحب أسرار قال الصدق بو محضار، وانت وينك وين الحب يا غدار؟ الحب أسرار قال الصدق بو محضار، وانت وينك وين الحب يا غدار؟ ما صنت سر الهوى ولا فؤادك نوى، فيك الامل خاب ما تعرف الحب، لا تكذب على من حب يا كذاب. الله عليك، أجمل ختام، ونشكرك على وجودك معنا وبنتمنى لك التوفيق طبعا في حفل بكرة، حفل بارتي تبع سناب شات. كان معنا الفنان القطري فهد الكبيسي، شكرا لك. شكرا لك سارة، مشكورة لك. مليت هالوضع والله صدقني مليت، صرت أتمنى بس منك دقايق. مليت هالوضع والله صدقني مليت، صرت أتمنى اضطر لأختم الحلقة بعد صوت فهد البيزيس. على العموم قبل ما نختم حلقتنا وكما تعودنا مشاهدينا، خلينا نشوف نتائج التصويت اللي حبينا نعرف من خلاله موقفكم من حادثة إطلاق نار على طبيب أردني بعد أن تم القبض على المعتدي واللي برر تصرفه بالغيرة على زوجته والثأر لها. النتائج جاءت كالتالي: 11% متفهمين غيرة المعتدي، 14% شايفين أنه الخطأ على المستشفى لأنها ما وفرت طبيبة، 75% اعتبروا الحادث جريمة لا يمكن تبريرها. وصلنا إلى ختام حلقتنا، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وموعدنا بكم يتجدد الأحد المقبل إن شاء الله. في أمان الله.